بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة التوسع العمراني في مدينة جرابلس وزيادة عدد السكان فيها وبدعم من صندوق الائتمان، نقوم حاليا بإنشاء خزان بسعة 400 متر مكعب وبارتفاع 32 متر، وهذا الهدف يأتي لتغذية المدينة جرابلس وأحيائها بالماء نتيجة النقص التي نعاني في السنوات الماضية. وحاليا نقوم بهذا الخزان لإيصال مياه الشرب إلى جميع الأحياء مدينة جرابلس بشكل كامل.